فهمت شو يعني عم بتربحيني جميلة انه عندك اربع اولاد عنا بالمدرسة؟ مدام شو بعمل لك؟ ايه شو بعمل لك؟ بدفع عنك مثلا لقصوطة؟ مثلك مثل غيرك يا حبيبتي زودي على الكل؟ يي مش قادرة تحطي ولادك بمدرسة خاصة، حطيهم بمدرسة رسمية ارخص لك، هيك بترتاحي من لقصوطة. وعلي يا لخطة ش... لا بنحكي بعدين مدام، بعدين برجع بشرح لك. باي باي ابو عزيز. ايه بدي لحسك هالط وشو قفا يا حبيبي انت كيف قلت لهون؟ وين السكرتير؟ ليش عتخلونا نحكي؟ عتخلونا نفتح تمنا؟ لك حالتنا بتبكي يا خ. خيي شوفي هلا قلي شوفي؟ اه عاملي حالك ما معك خبر وعم تطلع بعين رحبه يا لا ما بصدق قلي شو القصه؟ شو القصه؟ عم تغلوا علينا لقصوطه يا اخوات الش. ليه يا ابو عزيز شو اول مره بنغلي لقصوطه؟ اخذتوها سكه ولك قراراتكم بدي يا عمي اشفقوا على الشعب المعدر اللي عايش على الزيت وزعتر وانتو كل نهار عم تاكلوا يا ز... ما خصك شو بناكل ابو عزيز او ما بناكل فهمت؟ بعدين اكيد انا كيف بدي ادفع للاساتذه اذا ما عملت زود على اقساط؟ على اقساط؟ اي والله لحطلك هيدا اللي فوق الب... رح تضحك علينا منا مربيكم عيدانا وبخصوص هيدا بيتك لمعمرتي بتضيع على الصيفيه لك ما دافع حقه من خيرة الحاجة. بعدين الله يساعد هالاساتذة، انتو اكلين البيضة بتقشيرة وهن ما معن ولا ليرة، ولك انتو عم تكوا لا بتلحسوا لا توتى هيك، طلع لبرا احسن ما اطلب لك الامن يلا. اه عم تعيطي على ابو عزيز؟ ايه بدي لحسك على الطيخ وجهه قفا. لا كلها نبيل طلع لبرا، ما بقى ينفع معك الحكي لبرا ولا؟ انا عم تشاطيني لبرا؟ لبرا نبيل. نبيل؟ نبيل. ما راح اطلع لبرا الا ما ادفع لك الزودة 8%. لحظة لليك، وين هو؟ بسام عم صور؟ الله خليك وقفلي التصوير عمال معروف على حبيبي على بسام، وقفلي التصوير. شو عم تعملوا يا مسطول؟ يا مجنون؟ يا هبل؟ يا بنت؟ يا وين؟ يا كلب؟ يا وا يا ابو هلال الله يلا هنتساءل شفتك فيها، شو هالحيوان؟ شو عملتوا لحيوان؟ والله خلص ليكولي من اليوم ورايح كل ما انتم بتعلوا لقصوطة انا رح نزل بنطلوني ونك يا ش... اسمي ابو عزيز وبغني على النوطة افتحوا لي بخشطة.